أقل من 8 شهور قرر فيسبوك إغلاق برنامج تي بي اتش يلي كان معول عليه لجلب شريحة أكبر من المراهقين، وهيك بينضم تي بي اتش لمجموعة التطبيقات يلي شاف فيسبوك إنه وجودها مثل عدمها. والسبب طبعا هو عدم نجاح هي التطبيقات بجذب شريحة واسعة من فئة الصبايا والشباب الصغار يلي حس الفيسبوك إنه ما عاد جذبهم مثل الأول. القصة بلشت مع تطبيق الموز للياقة البدنية بعد ما حقق التطبيق نجاح نوعي لمستخدمي أجهزة الآيفون والأندرويد. المطورين وراء تطبيق موز شافوا انضمامه للفيسبوك فرصة طبعاً لزيادة شريحة الجمهور المستهدف بحيث يقدروا يوصلوا لمليار مستخدم، والفيسبوك عادة بينجذب لكل التطبيقات يلي بتحقق نجاح سريع، أوقات بدافع الخوف من المنافسة وأوقات تانية بسبب رغبته بالتحول السريع بما يناسب حركة السوق. طرقت مشكلة بين تطبيق موز وفيسبوك بعد ما أعلنت شركة موز عدم نيتها لمشاركة بيانات المستخدمين مع فيسبوك، وطبعاً هالشي أدى لمشكلة خصوصية يلي هي تقريباً أهم موضوع متعلق بالتطبيقات يلي بنستخدمها اليوم. تجربة تانية خاضة فيسبوك مع تطبيق هلو يلي كان متوفر لأجهزة أندرويد وبس. فكرة هلو بسيطة كتير، بينسق دليل الهاتف بالموبايل مع شوية مزايا استفاد منها التطبيق بالاستعانة بشبكات الواي فاي. طبعا الفكرة للفيسبوك كانت رائعة خصوصا مع شراهة الشركة الكبيرة للبيانات. فكرة مثل تطبيق هلو ممكن تعطي مساحة جديدة لفيسبوك ليكون متواجد كبرنامج مكالمات عادي مع مزايا قوية مثل إجراء الاتصالات المجانية. الأمر مشجع ومربح بنفس الوقت. فكرة هلو كانت طموحة كتير بحيث بيقدر ينافس برنامج الاتصال العادي من الأندرويد مع الاعتماد على 3 مواصفات أساسية: معرفة اسم المتصل بدون تسجيل اسمه، سهولة كبيرة بحجم المكالمات، وقدرة بحث متميزة كتير بتساعد للوصول لشركات الأعمال. الفيسبوك عمل تقييم للتطبيقات الثلاثة تي بي اتش، هلو وموفز، وقرر إيقافهم بسبب قلة الاستخدام. وبأرض الواقع هالحكي كتير حقيقي، خصوصا إنه ملايين من الناس اللي بتستخدم فيسبوك مو سمعانة بهي الأسماء ابنهم. وفي سبب تاني بيرجع لانعدام تطوير هالتطبيقات، خصوصا انه ما شهدت تحول باداء او تطور بعملها بعد ما انضمت للفيسبوك. خلال فترة ال4 سنين الماضية كانت فكرة فيسبوك الانفتاح على تطبيقات ومشاريع تانية، إلا أنه هالفكرة رح تنتهي بعد مهلة 90 يوم رح يتم فيها حذف بيانات المستخدمين وإغلاق التطبيقات بشكل كامل. آخر عنقود تطبيقات الفيسبوك تي بي اتش واللي اكتسب شهرة كبيرة بأوساط المراهقين بكتير دول كان الهدف منه نشر المواضيع الإيجابية من خلال الإجابة على أسئلة ظريفة شوي متعلقة بشغلات منحبها. تطبيق مسلي وظريف، والتطبيق كمان كان مختلف نوعا ما عن أشقائه لأنه اشتغلوا عليه وطوروه ودخلت فيه ميزة الرسائل. مع هيك هالشي ما كان كافي للتي بي اتش. تي بي اتش اللي اشتراه فيسبوك بتشرين الثاني للأسف رح يشهد آخر أيامه بشهر تموز. طيب شو في بدائل للفيسبوك يا ترى؟ بالنسبة لجمهور المراهقين في شعور بالراحة بالفيسبوك، خصوصاً أنه إنستغرام حقق شعبية كبيرة بعد تحديثه الأخير يلي ضم الستوريز، والفيسبوك بيشوف تسكير تطبيقات غير مجدية شغل منيحة لأنه بتخليه يركز على التطبيقات الشغالة بسوق السوشيال ميديا. وبالضبط هاي هي ميزة الفيسبوك، التطوير بشكل دائم وبنفس الوقت قدرة التركيز العالية على الهدف. هالسبب هو يلي مخلي الفيسبوك رقم 1 بعالم السوشيال ميديا.